الحمام الصنعاوي يطلق عليه البعض الحمام اليمني، والتسمية بترجع لمنشأه في اليمن، تحديدا في مدينة صنعاء. الحمام الصنعاوي بيجي بألوان كتير، منها الأبيض والأحمر والأسود والأزرق، يعني تقريبا بيجي بكل الألوان الأساسية. طبعا الحمام الصنعاوي القديم كان من غير برنيطة أو شراب، لكن الحمام الصنعاوي الجديد أصبح ببرنيطة وشراب وحجمه بقى أكبر. الحمام الصنعاوي عينه بكمة في كل الألوان ومنقاره أبيض. الجناحين في الحمام الصنعاوي دايما بيكونوا متدليين أسفل الجسم، يعني الحمام الصنعاوي وهو واقف بتلاقي الجناحين ساقطين زي ما باين كده في الصورة بالظبط. ده غير ان هو بيمشي على اطراف صوابعه، دي طبيعة في الحمام اليمني. يعني ما بيمشيش على كفة الرجل كلها، تحسه على اطراف الاصابع بس. طبعا الحمام اليمني له صوت مميز غير باقي انواع الحمام، وبيهتز بالكامل، جسمه كله بيهتز وهو بيطلع الصوت المميز بتاعه. طبعا الصوت ده بيكون في الحمام الصنعاوي الاصيل بس، يعني لو دخل عليه نوع تاني متهجن مش هتلاقيه بيطلع الصوت دوت. لكن البعض ما بيرضاش يربيه علشان صوته، لانه بيعمل هديل متواصل وبيرجع الصوت تاني، عشان كده بيسبب ازعاج لبعض الناس. يعني النقطة اللي احنا قلنا عليها ميزة عند ناس تانية بتبقى عيب. طبعا اهم شيء في الحمام الصنعاوي لازم يكون فرد الحمام قصير واخراجه لصوته المميز. والأفضل طبعا في الحمام الصنعاوي عدم وجود شرابات أو برنيطة. طبعا الحمام الصنعاوي انتشر في مصر بكثرة وبيعرف باسم الحمام اليمني، وبالإضافة لصوته المميز بيستخدم في تحضين بعض أنواع الحمام زي الكولر هيد والجعفري.